الحمد لله على السلامة. كلهم استقبلوني إلا أنت يا ياسمينة. أكبر فرحة عندي إنك رجعت على البيت. فاجأتك؟ طبعاً فاجأتني. ما كنت متوقعة تفوت لعندي على الأوضة. أنا جيت حتى أشوفك. إلا إذا أنت ما بدك إياني سلم عليك. سلامك أعز شي عندي بالدنيا يا نادر. متأكدة من كلامك؟ سؤالك غريب. أكيد متأكدة من كلامي، طبعاً. يوم اللي أخذوني العسكر سمعت منك كلمة بحبك. نعم، قلتها بكل صدق. من قلبك؟ من كل قلبي. ما دخل السواد على هالقلب؟ قلبي صفحة بيضة وكلامي صادق. غبتي مع سامر نهار كامل. نعم. وين كنتوا؟ لوين رحتوا؟ ما في جواب. طبعا اكيد بيظهر انك خايفه تقولي الحقيقه. شفته جاي لعندك، انت شو بعدك عم تعملي هون؟ ما تشغلي بالك، اللي وعدتك فيه رح نفذه. كان لازم تمشي اول ما وصل. افتحي دينيكي واسمعيني منيح. سامعتك. اذا بتخبريه عن الاتفاق اللي صار بيناتنا انا بخسر وانت بتخسري، لاني قادره اجيب العسكر من جديد. ما عندي شك ابدا. اذا ما عندك شك احملي حالك وانقلعي من هون. طمني، أنا ماشي والمعركة بيني وبينك انتهيت. معركة؟ بعد ناقص يكون في معركة بيني وبين الخادمة. أنا عندي أوامر إلك وبس. برا يعني برا، مفهوم؟